طيب خلينا نقفل ده، تعالى نروح مرة تانية على الابليكيشن بتاعنا، هنقفل الاي بي اي ونقفل الاي اف علشان بس تكون الدنيا منظمة وواضحة عندك اكتر. وهاجي على الجزء بتاع الكور اللي احنا قلنا اللي هيكون جواه الجزء بتاع الدومين مودلز بتاعتي. فهعمل هنا اد فولدر جديد هسميه مودلز، وخلينا نضيف تو كلاسز او تو دومين مودلز اللي هم هيكونوا تيبلز موجوده في الداتابيز الاول علشان نجرب عليهم. هاجي هنا اقول له اد كلاس سميه مثلا اوثر، بعد كده اقول له هنا بابليك. ومن الحاجات الظريفه جدا اللي موجوده في فيجوال ستوديو 2022 هي الاقتراحات اللي هو بيقدمها لك، بتكون ظريفه جدا، اغلبها بيكون فعلا هو اللي انت محتاج تكتبه. لو دوست هنا بس تاب ممكن اغير الجي او اي دي دي اخليها انت. بعد كده محتاج بروبرتي تانية زي ما هو كده بالظبط مقترح عليا، بابليك سترينج نيم، هي دي فعلا اللي انا محتاجها. هقول له تاب، بالتالي هو كتبها مباشره. وهاجي هنا اقول له ريكوايرد، طبعا لو انت بتفضل تستخدم الفلونت اي بي اي مفيش اي مشكله، استخدم الداتا انوتيشن. واجي هنا اقول له ماكس لينث مثلا وليكن 150. بعد كده هروح مره تانية هنا على المودلز، اد نيو كلاس هسميه بوك، نفس الكلام برضو هاجي هنا اعمله بابليك وهقول له تاب علشان يعمل لي البروبرتي بتاعت الاي دي انا فعلا محتاجها. بعد كده محتاج برضو بروبرتي تانية سترينج هسميها فعلا تايتل، لكن هاجي هنا بس اقول له ان ده ريكوايرد. والماكس لينس بتاعنا هيكون ممكن مثلا نقول له 250. بعد كده هعمل هنا نافيجيشن بروبرتي علشان اعمل ريليشن ما بينه وما بين التيبل بتاع الاوثرز، فهقول له هنا اوثر وهسميها اوثر. بعد كده محتاج بروبرتي تانية التايب بتاعها هيكون انت وهسميها اوثر اي دي. بعد كده الطبيعي جدا بتاعنا محتاج اروح على الابلكيشن دي بي كونتكست، هاجي هنا كده اعمل بروبرتي نوعها دي بي سيت اوف تايب اوثر وهسميها اوثرز. وبما اني موجود دلوقتي جوه الاي اف فلازم طبعا هيقول لي ان هو محتاج يضيف ريفرنس للكور، فاضغط كنترول دوت هلاقي عندي في الاقتراحات هنا ان هو محتاج ياد ريفرنس للبروجكت بتاع الكور، هقول له اوكي تمام. بعد كده هدوبليكيت السطر ده كنترول دي واجي هنا اقول له بوك واسميها بوكس. تعالى دلوقتي نجرب نأد مايجريشن مره تانيه، هاجي اقول له اد مايجريشن زي ما اتفقنا، اتاكد دايما هنا انك مختار اي اف، هسميها مثلا اد بوكس اند اوثرز تيبلز انتر. طبيعي جدا بتاعنا بدا يعمل لنا مايجريشن للتو تيبلز اللي احنا بنعمل لهم كرييشن دلوقتي، عمل الجزء الخاص بتاع الاب والداون، احنا طبعا ده مش تركيزنا الاساسي دلوقتي، فهقول له ابديت داش داتابيز. دلوقتي لو رجعت مره تانية على الداتابيز بتاعتي هنا فتحت الجزء ده قلت له تيبلز، هلاحظ ان انا عندي التيبل بتاع الاوثرز والتيبل بتاع البوكس والتيبل العادي جدا بتاع الانتيتي فريم ورك اللي هو الاي اف مايجريشنز هيستوري. طيب خلينا نرجع مره تانية هنا نقفل كل الفايلز اللي مفتوحه دي ونبتدي نعمل امبلمنتيشن للريبوزيتوري باترن بتاعتنا. اول حاجه هروح على الجزء بتاع الكور، احنا قلنا هيكون موجود عندنا فيه المودلز وهيكون موجود عندنا فيه الانترفيسز، كمان هيكون موجود عندك الدي تي اوز لو انت الابلكيشن بتاعك محتاج يستخدم الدي تي اوز، يبقى الدي تي اوز بتاعتك مكانها الكور علشان تكون شيرد ما بين كل البروجكتس بتاعتك. لو عندك فولدر للكونستس يبقى برضو الفولدر ده هيكون موجود في الكور. كل الاجزاء عامه اللي انت محتاجها تكون شيرد موجوده بين كل البروجكتس مكانها الصح انك تضيفها جوه الكور. خلينا نقفل كل الفايلز دي ونروح مره ثانيه على الكور، نعمل فولدر جديد. الفولدر ده ممكن تسميه ريبوزيتوريز وممكن تسميه انترفيسز، الاسم اللي يريحك مفيش مشكله سميه. وخلي بالك برضو نقطه الامبلمنتيشن بتاع ريبوزيتوري باترن هتلاقي فيه اكتر من امبلمنتيشن ليها، في ناس كتير جدا اجتهدت وعملت اكتر من امبلمنتيشن. ما بقولش تماما ان اللي احنا بنعمله دلوقتي ده احسن حاجه في الدنيا، لان ممكن تكون في ناس عملت امبلمنتيشن احسن من كده انا ما شفتوش او انا ما راجعتوش، لكن انا دايما بحاول اشوف اكتر من امبلمنتيشن لنفس الجزئيه اللي انا محتاج انفذها، حاول اختار ابسطهم واسهلهم واحسنهم في الكود. فبالتالي طبيعي جدا اختياري مش شرط انه يكون افضل اختيار في الدنيا، ممكن انت توصل لامبلمنتيشن افضل من كده، لكن هدفنا ان احنا
نوصل المعلومة ونوصل الفكرة، انت ممكن تطورها بعد كده، وطبيعي جدا انك تكون بتطور الافكار دي، مش مجرد انك بتعتمد على كود حد تاني كان كاتبه، لا الطبيعي انك بتاخد اللي الناس عملته وبتبتدي تبني فوقيه. ما بقولش نعيد اختراع العجلة، ما بقولش ان احنا نقعد نعمل الموضوع ده من الصفر تاني، لا هو موجود، الناس عملت جزء كبير جدا استفيد بيه وابتدي كمل من بعده. خلي ده دايما الكونسبت بتاعك، حتى بعيدا عن الريبوزيتوري باترن، احنا بناخد اللي الناس وصلت عنده ونكمل عليه، ما تحاولش انك تعيد اختراع العجلة مرة تانية زي ما قلنا. طيب هاجي هنا ممكن نسمي ده انترفيسز دلوقتي، وان كان صراحة انا دايما في البروجكتس بتاعتي بحب اسميه ريبوزيتوريز، بس دلوقتي مفيش مشكلة خلينا نسميه انترفيسز علشان يكون الاسم واضح لك اكتر. هاجي بعد كده هنا جواه هضيف انترفيس، فهقول له انترفيس، انا مش محتاج كلاس عادي، انا محتاج انترفيس، وهسميه اي بيز ريبوزيتوري. وهنا خلي بالك من نقطة، ان في ناس ممكن تسميه اي جينيريك ريبوزيتوري، ممكن اي دايناميك ريبوزيتوري، ايا كان الاسم اللي انت هتسميه مفيش حاجة اسمها ده صح وده غلط، الاسم اللي انت فاميليار معاه اكتر، الاسم اللي يريحك اكتر، الاسم اللي من وجهة نظرك صح اكتر استخدمه، مفيش مشكلة. هعمل له كرييشن، بعدين هاجي هنا اول هقول له ان ده بابليك. بعد كده هنا الجزئية المهمة جدا جدا جدا، ان انا اجي اعرفه ان ده هيكون جينيريك، ياخد مني اي نوع، فعلشان اعرفه ان ده جينيريك بحط القوسين بتوع الجينيريك، وبعدين اقول له هنا تي، فبالتالي هيقبل مني اي نوع من الداتا، سواء بقى كان بوك اوثر او ايا كان، لو عندي 100 كلاس او 100 داتا تايب هيقبل اي نوع منهم، مفيش اي مشكله. ودلوقتي الفيجوال ستوديو 2022 بيقترح عليا فعلا انه يكتب الجزء اللي انا فعلا عاوز اكتبه، لكن خلينا نكتبه مع بعض. انا هقول له هنا وير ان التي اللي انا كتبتها ما بين القوسين دي هي كلاس، فبالتالي هيقبل مني اي نوع كلاس انا ابعته له هنا هو هيقبله مني، مفيش اي مشكله. طيب خلينا نضيف اول سيجنتشر هنا، احنا محتاجين نعمل له امبلمنتيشن بعد كده. طبعا احنا عارفين ان الانترفيسز بيكون جواها سيجنتشرز وبس، فهاجي هنا اقول له تي، ومعنى تي ده كده الريتيرن تايب، فبالتالي نوع الداتا اللي انت هتحدده هنا بين القوسين دول هو نفس نوع الداتا اللي هتعمل له ريتيرن هنا. وبعد كده هاجي اقول له جيت باي اي دي، ممكن تسميها جيت بس اللي يريحك. موضوع المسميات ده برضو خلينا نتفق ان هو راجع لك بنسبة كبيرة جدا، لكن حاول تختار اسامي معبرة علشان انت نفسك كمان ما تتلخبطش بعد كده. بعد كده هنا هقول له انت اي دي، طبعا هنضيف هنا سيجنتشرز تانية او هنضيف ميثودز تانية في الامبلمنتيشن بتاعنا، لكن خلينا بس نجرب الفكرة بخطوة اولانية، وبعدين نرجع نشوف ممكن نضيف ايه تاني. واللي انا هضيفه طول الفيديوز انت ممكن تضيف اكتر منه بكتير، وممكن ما تضيفوش كله على حسب انت استخداماتك واحتياجاتك جوه الابليكيشن بتاعك. طيب خلينا نعمل سيف، بعدين هاخد الاسم ده كده اللي هو بيز ريبوزيتوري، واروح على الاي اف. هاجي هنا على الاي اف كرييت فولدر جديد هسميه ريبوزيتوريز، وهضيف جواه كلاس، كلاس ده هيكون اسمه بيز ريبوزيتوري علشان كده خدت الاسم من هناك كوبي، واقول له اد. بعد كده هاجي هنا كده اقول له بابليك بيز ريبوزيتوري اوف التي، عادي جدا زي الانترفيس بتاعه. بعد كده بقول له ان ده بيعمل امبلمنتيشن للاي بيز ريبوزيتوري اللي احنا عملنا له كرييشن جوه الكور اوف التي، محتاج طبعا هنا يوزنج، بعد كده نفس اللي كتبناه هناك بالظبط وير ان التي هي الكلاس زي ما هو كده بيقترح عليا، فهقول له تاب تاب، فهو كمل الكود لوحده. بعد كده هو طبعا الايرور اللي طالع ده علشان هو عاوز يعمل امبلمنتيشن للانترفيس ده، فخلينا نقول له كنترول دوت، هيبتدي يقول لي امبلمنت انترفيس، هقول له اوكي، فكتب لي هو الجزء ده، حط السيجنتشر، لكن طبعا هنا مفيش امبلمنتيشن هو كتبه، احنا هنكتبه بايدينا. هاجي هنا كده هقول له بروتكتد ابلكيشن دي بي كونتكست، لاني هتعامل مع الدي بي كونتكست، وهو ده المكان الوحيد، او ان البروجكت بتاع الاي اف هو المكان الوحيد اللي بيتعامل مع الابلكيشن دي بي كونتكست، مفيش اي مكان تاني بيتعامل معاها. هستخدم ابلكيشن دي بي كونتكست، هسميها مثلا underscore context، وعادي جدا هعمل لها انجكت في الكونستراكتور، فاقول له ctor، اخد الجزء ده كده كوبي، شيل الاندرسكور دي، واجي هنا اقول له underscore context بتيكوال الكونتكست زي ما هو بيقترح عليا، فهقول له تاب، هيكمل هو الكود لوحده. بعد كده هاجي هنا اكتب الامبلمنتيشن بتاعي.
طيب انا محتاج الامبلمنتيشن بتاعي هنا، انا محتاج اعمل سيليكشن لايتم من الداتابيز بالاي دي بتاعه او بالبرايمري كي بتاعه. وطبعا افضل طريقه ان احنا نعمل سيليكشن بالبرايمري كي هي ان احنا نستخدم دوت فايند. فهاجي هنا كده اقول له ريتيرن اندرسكور كونتكست دوت. طيب دوت مين؟ انا ما اعرفش هنا اسم التيبل اللي انت بعته لي مين هو، انا ما اعرفوش، لان احنا اتفقنا ان احنا بنتعامل هنا جينيريك، فهنا التايب بتاع الداتا بتاعتي تي، انا ما اعرفش هو مين. فعلشان ابتدي اتعامل مع حاجه جينيريك بالشكل ده فهقول له دوت سيت اوف التي زي ما هو بيقترح عليا كده بالظبط. هقول له تاب تاب، بعدين اقول له دوت فايند وادي له الاي دي اللي جاي لي في البارامترز، وبالتالي ابقى انا كده عملت امبلمنتيشن للجزء ده. هنعمل سيف. بعد كده الطبيعي بتاعنا عادي جدا، علشان ابتدي استخدم الجزء ده لازم الاول اعمل له ريجستر جوه الستارت اب كلاس بتاعي اللي موجود جوه الاي بي اي، لاني هبتدي استخدمه من الاي بي اي. فهرجع تاني على الاي بي اي، هروح على الستارت اب كلاس، هاجي هنا كده، ممكن اجي في الجزء ده هقول له سيرفيسز دوت اد ترانزنت. بعد كده هاجي هنا كده، انا محتاج اعمل ريجستر للاي بيز ريبوزيتوري واعرفه قدامه كمان مين اللي بيعمل له امبلمنتيشن اللي هو البيز ريبوزيتوري. فهاجي هنا اقول له تايب اوف الاي بيز ريبوزيتوري، محتاجين كده نعمل يوزنج للجزء بتاع الكور دوت انترفيسز، بما انه جينيريك محتاج احط القوسين دولت. بعد كده اجي هنا اقول له مين الامبلمنتيشن بتاعي اللي هو تايب اوف البيز ريبوزيتوري، وبالتالي برضو محتاج اعمل يوزنج للاي اف دوت ريبوزيتوريز، حط برضو القوسين بتوع الجينيريك، وبالتالي يبقى انا كده عملت ريجستر للاي بيز ريبوزيتوري جوه الاي بي اي بتاعنا.